عندك شاي يا ابو لا يا لا مفتح كده كان كده كان لا 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 استريح استريح خلاص داري يكمل. طيب تعالى يا محسن وابن منصورة الله الله وقت مرتني محمد في مباديها الله الله في مباديها الأربعية يصير انا مع احمد بعدي واللي بعده محسن الحين تعال يا محسن وابن منصور وانا مع احمد في مباديها الله الله هذه البيوت اللي متفقين تحت البت فيها هذه طلعت الحين هذه مرتبين ساري قلت مرتبين ذي تحت البث ما ايش يقول؟ قاعد البيوت التفكين تحت البث فيها حرق الدعوه كلها ابدا حرق الدعوه كلها عند رجاء اصبر عند احمد بسرعه يا احمد لا والله ما اتفقنا عليها نذر ما اتفقنا عليها والله نذر ما اتفقنا عليها والله نمزح حتى بيني وبين سالم اعلمكم بس والله ما اتفقنا اسمع نسالوا قبل لا نبدا والله الدور عندك يا احمد على حسب ورقه اللي شفناها حسب ورقه بعدها ابن منصور نعم ابن منصور على الاول هذا العيا في فارس ودكتوره الله والناس الله اكبر هذا العيا في فارس ودكتوره والناس تبغض من تعاديها يا سلام تبغض من تعاديها أرد على أحمد أنا جاهز يلا طيب طيب والله إنه شعري رجع إيجي من خلصور إيجي لا 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 يا لا 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 إله إلا الله الله يقطع بليسكم شطحتوها والله لا مخطي ولا معذورة والله لا مخطي ولا معذورة والنار تحرق رجله وعطيها يا خوي شعار ما شاء الله عليكم اي لهم مجال تقييمي عليكم 9/10 افطال 9.5 عشان الشرقة هذه نقص الدرجة حجاز يجهز له واحدة كفو كفو انوار انا بعد اجهز لك بيت اي يلا يلا اريد يا انوار فين انوار تاك فين انوار والله لا بيت ولا شقة هذا بعد برنامج يسوون شو اسمه لا محاورة وين عند بحور لا 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 بعد برنامج مزاك ولا؟ زين الثاني حق البلد بسوي محاور عندك حق ابراهيم خلنا نعيد على بال ما يجيب ابو محمد اجيبه باقي 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 محسن باقي محسن ايش الصوت انت؟ خلاص خلنا نعيدها لا لا اللي خلاص اللي جاهز يجيبها عشان العالم ما اللي خلاص يقول طبعا ابو رجاء ما خلص ابو محمد رجال يتعب على البيت مو مثلنا نخبص لا ما بشك ما بشك والله حقك عشت والله يا الله محسن تعال يا محسن تليه الله بكره بكره بيطلع لنا بروفايل يقطع عمرك وبيطلعوا الشاي اسمع اسمع يقول هذا بيات اتفقت لا لا ما عليك ما عليك يا رجال لا لا والله عدم والدي يا اي رجال صاير يخبز ما يعرف تخبز اسمع يموت اشكر الله خلني ابين خلني ابين لك يموت وشوف اسمه في عناوين بروفايل خلني بعلمك اسمع 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 بعلم ناصر قبل يومين متحاورين دقيقة محاورة قبل يومين تحت البث غير اليوم تفكر بعد ناصر سمي مو بنت قلت لي قبل شوي ايش قلت خلنا نشوفهم تكفى يا ناصر انا امتنع على الكلام لا والله انا قايلها ظهر وجهك مع الرجل لا تغض تكفى يا ناصر انا طالع والله صدق انت قايلها امزح الرجال طلع انت اللي قايلها اي نعم قايلها وش قومك ما تكلمت قوم جحد قبل شوي اي خير ما يمزح يا رجال عادي محمد صدق إيه؟ لا 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 ما محمد لا لا شوف 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 اسمع 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 يا ابن منصور بن دقله لا 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 تقطع الموضوع اسمع محمد بن منصور اشوف الرجال قلت ايش رايك نطقطق عليهم بس انا رجعت مصادركم حبايب وين شنو هذا تقبلون مزح انا ما تبونه محمد مشينا طلع لا ما نفسك
اكبر ما خلكم رجال انتم رجال ان شاء الله. اقول ماني بصوبكم مره ما بتجيب ابو محمد ترى الدعوه مزوح والله مزوح لا احنا بركه وين 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 قال ابراهيم شو اسمه الداله غزاير معهن الصوره الله الله دايم يوازيها ويخطيها حنا وش الله قرضنا بين ذولي حنا طلعنا قرضنا الداله غزاير معهن الصوره اسم زين الصوره دايم يناديها ويخطيها داريها حنا دالغة انت وهمة الله الله ودالغة وجهك يا سكني الله يهديك يا شاعر الدالغة ابو زيد الدالغة اشهد عليك انت قل يا زايد الدالغة احمد الله الله والله انا مشيت عليك والله انت شاعر ابو منصور تدفن الرياح وين الرياح تكفايا تكفايا احمد دايم عديها بطيب شعور الله والله قايل لك اتعب عليك والمره ايها دايم عديها بدون شعور ايها طيب شعور طيب شعور طيب شعور دايما عديها بطيب شعوره ولا غير هذه ما نعديها ناصر مع عساير ما هو مسرور مسرور والناس نعرف والناس نعرف كيف اداوي يا ابو محمد عقب جاك الدوره الناس بعض العرب خربت قاويها أقول استريح أبو محمد ما عندك اسمه رد الرجل اسمع يا بنت دقلها قاويها اسمع يا بنت دقلها اسمع اسمع يا ابن دقله ترى كلامك مردود و... لا لا تخرب تكفل تكفل ما بي لا لا بتلعب محاورة هلعب مثلنا موزون وبذا ولا اسك انا لاني شاعر ولا لي لا انا طال عمرك اعيش الريلتي حتى في المحاورات ولكن ولكنها على البث انتم شو اموركم طيبين اسمع يا اخوي اسمع يا اخوي يا حبوي لكم هنا ابو حمد يدخل من راكب والله يحبني لكم الرجيله ناويننا لكن تحزه قدها على ما قيل هذا معنى اقسم بالله لدفنه خلت تروح قدها يبكي وهو دايم يجيب الشوره والله والله بيعلم وش خافيها الله 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 تبارك الله يبكي وهو دايم يجيب الشور أور الله يبكي وهو دايم يجيب الشور والله والله يعلم خوابيها الله يعلم وش خوابيها الله يعلم وش خوابيها هذه وش يعني شو خوالك احنا رد رد ايش معناته خوار ابوك ايش معناته رد الريجين والله ابو منصور وش هو؟ يقولها معنى في بطن الشعر، يقول وش يقصد به؟ من اللي يقوله؟ ساير مثل ما قال لك والله الشاعر ان طلعت سذاب فلا تشرح عليه الشاعر نصاب اي والمحاورة هذه فاشلة لا 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 اسمع سذاب لا يا ساير لا اسمع سذاب وسذاب على قول حاتم هل بصوبك يا رجال؟ لا انا اعلمك والله هل بصوبك يا ساير؟ الله يعطينا شر العجمي صب لي صب لي صب لي خال منصور يتغيمز جاله السكني ليربسه مع بطنه ولا ذولي ما صوب احد خلي باللون انت مقرطن في كوبك ايه كل ده عشان بيتي الليله ابو عبد الرحمن بيتي انا مقرط في كوب عاد لو 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 قصيده بصبه بصبه حك حك يا ولد ايش فيك الرجال الرجال طمرتوا الرصيف انتم
يا لطيف يا الشاعر المخلص. انا طال عمرك ما رد عليك على شعار طال عمرك كبار ولا ذلك. انا انا نعم ما نرى ما نرى تحت الرصيف شيئا. اعزائي المشاهدين احضرنا لقاءنا في مجلس الباديه مع اخوي كبير تركي موسى ولا لا انت ابن ابوك يا عقاب. اقول خلنا نروح نتقهوى. ليش تقول اصاحب اي نادي من هو؟ جايينك 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 بحور حنا احسن لنا. اي والله ذكرتني بالاعداد طالبيني والله من امس والله لا رابح ولا مسرور والله حظك انهم دوبر منصور لا تاخذنا بالصوت هذا دلح هذا دلح انا هذا يلا والله اقسم بالله نزال انتم بندقله وهذا دلح انا هذا دلح انا هذا وش اسمه المالكي يبكي وهو دايم يجيب الشورى حصني وحصني والله يعلم وش خافيها اسلم من يحتزم بالمحزام اللي بورا الله والله لا رجله عنيها الله على قولة حاتم بيتك مكشور يا اسمع عدا 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 اقول على كلمة حاتم بيتك مكشور اسمع ابو يا ضحك وفي جنبه ثلاث مكسور هو من يحس انه طعنوا يا ضحك وفي جنبه ثلاث مكسور وصل الرخامة ما يوديها الرخامة في وجهه فيها رخوم ورخوم ايش حب دريعك من يوم مع معلم الكشخة مع احسن من دقيق معلم الفلس تكشور معلم لا 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 معلم شاورما بعد حتى يقول ان بيتك مكسور محزن يوم جبره اسحبت من ملعبه ورقت عشان تهدون الصياغه من جديد يلا 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 هناك هناك